عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. وهذا يشمل كل حيوان، كل نفس ليس في بيتها شيء يؤكل، لا من آدمي ولا من حيوان. قالت: وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، يعني شيء من شعير. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذا الشعير الذي بقي عند عائشة رضي الله عنها كانت تأكل منه وطال عليها، يعني بارك الله لها في هذا الشعير، فكانت تأكل منه فترة طويلة. قالت: فكلته، يعني وضعته في المكيال، فلما وضعته في المكيال قالت: ففني، يعني فنى هذا الطعام، نزعت منه البركة. وجاء في رواية عند ابن حبان أن الذي كالته هي الجارية، وقالت عائشة رضي الله عنها: لو تركته، يعني ما وضعته في المكيال، لا بقوا يأكلون منه، ولكن عندما كالوه فني هذا الطعام وذهبت عنه البركة. وهذا يفيدنا أن ترك الطعام من دون تمحيص زائد فيه ومن دون إحصائه إحصاء شديدا يبقيه ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ولكن إذا تم إحصاؤه إحصاء شديدا إحصاء الشحيح فإنه تذهب بركته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحصي فيحصي الله عليك. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يدقق كثيرا، ينظر في الحسابات وينظر في الطعام ماذا زاد ماذا نقص. نعم، لا، الإنسان لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا، وإنما يكون مقتصدا كما أمر الله، ولكن عليه ألا يحصي إحصاء دقيقا بحيث يكون إحصاؤه كإحصاء الشحيح فتنزع البركة. ولذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طعاما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه هذا الرجل وأضيافه وبقي هذا الطعام وبارك الله فيه، فلما كاله فني هذا الطعام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الطعام قد فني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كلته؟ قال: نعم. فقال: لو لم تكله لبقيتم تأكلون فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفيدنا هذه الفائدة العظيمة، أن الإنسان لا يحصي إحصاء شديدا، بل ينفق ويعطي ويأكل ويشرب من دون إسراف ومن غير تقتير ومن غير إحصاء شديد. نعم، الإنسان عليه أن ينظر ويرتب نفسه، ولكن لا يحصي إحصاء شديدا، فإن هذا ينزع البركة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري من حديث المقدام بن يعدي بن كرب رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا طعامكم يبارك لكم. وهنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: فكلته ففني، يعني هذا الطعام. وجاء في حديث آخر: لا تحصي فيحصي الله عليك. فكيف نجمع بين يعني هذه الأحاديث؟ أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا طعامكم يبارك لكم، قيل في معناه أن الإنسان يعني يضع هذا الطعام في الكي من أجل معرفة المقدار، لا من أجل الإحصاء إحصاء الشحيح، وإنما من أجل المعرفة ومن أجل أن يحسب ماذا يخرج وماذا يبقي وماذا ينفق وماذا يتصدق. فلا تعارض يكون بين هذه الأحاديث. وقيل في معناه وهو الأقرب والله أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا طعامكم يبارك لكم، يعني كلوه عند البيع وعند الشراء، كلوه عند البيع وعند الشراء حتى لا يكون فيه غش، سواء عند بيعك أو عند شرائك. فالكيل عند البيع وعند الشراء يمنع الكذب ويمنع الغش، وأما عند الأكل وعند التقديم فإن الإنسان لا يحصي حتى لا تذهب البركة. وهذا يجعل النفس سمحة ويجعلها منفقة، يجعلها متصدقة. والإنسان المنفق الكريم المعطي هو أشرح الناس صدرا، وذلك لماذا؟
لأنه يثق بعطاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد المنفقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك مما يقال في دارج ألسنة الناس الكريم معان، يعينه من؟ يعينه الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، في حديث عائشة عندما قالت فكلته ففني، أي فني الطعام بعد أن وضع في المكال. صلى الله عز وجل يعني وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.